أهلا بكم في الدرس الثاني من منهج التاريخ للصف الأول الثانوي، مصادر دراسة التاريخ. وخلينا نبدأ الدرس برضو بسؤال هنتوصل لإجابته لما نخلص الدرس. يلا بينا نعرف إيه هو السؤال. السؤال اللي هنبدأ بيه هو: كيف نتوصل إلى الحقائق التاريخية وندرس الحضارات؟ إزاي بنعرف اللي حصل في التاريخ ونصدق إن ده حقيقة ولا لأ؟ إزاي بيتم دراسة الحضارات؟ يلا بينا نبدأ درسنا. في البداية الأهداف اللي احنا هنتعلمها في الدرس دوت هي ازاي ان احنا نتعرف على مصادر الحضارات ونعرف اهميتها ونقيمها على حسب اهميتها، ازاي نقدر نفرق بين انواع المصادر، وازاي بيتم توظيف المصادر في دراسة الحضارات. يلا نبدأ. مصادر دراسة الحضارات بتنقسم لقسمين رئيسيين، هما مصادر اولية ومراجع. المصادر الاولية هي الاثار، النقوش، البرديات، الأستراكا، النقود والمسكوكات، وكتابات المؤرخين القدماء. أما المراجع بتنقسم لي كتابات الفلاسفة، كتابات الشعراء، والأساطير. في البداية خلينا نتعرف على المصادر الأولية. المصادر الأولية هي كل حاجة اتكتبت أو اتناقشت في الوقت اللي حصل فيه الفعل، أي حاجة اتسجلت من الوقت الحدث نفسه. تمام، خلينا نشوف أول نوع من المصادر الأولية للتاريخ اللي هي الآثار. الآثار دي المصدر الرئيسي لدراسة الحضارات، وبتشمل كل حاجة لسه فاضلة من الأزمنة القديمة. زي إيه؟ زي الأهرامات والمعابد والآثار اللي بيلاقوها أثناء الحفر في المناطق الأثرية، زي اللي بتكون زي التماثيل أو المومياوات. تاني حاجة عندنا هي النقوش. النقوش دي هي برضو من المصادر الأولية لدراسة التاريخ، وبتشمل كل الرسومات والكتابات اللي بنلاقيها مدونة على مواد صلبة زي الحجر أو الرخام أو المعادن زي البرونز مثلا والخشب والصلصال. وبتنقسم لنوعين، النوعين دولت هما النقوش الغائرة والنقوش البارزة. النقوش الغائرة دي زي حجر باليرمو. حجر باليرمو عبارة عن لوحة كبيرة من حجر الديورانت الأسود، وطولها حوالي مترين وارتفاعها حوالي 70 سنتي. لقوها في منف واتكتب عليها أسماء جميع من حكموا مصر من عصر ما قبل الأسرات وحتى ثالث ملوك الأسرة الخمسة، وكمان اتسجل عليها أهم الأحداث سواء كانت حروب أو إقامة معابد أو التماثيل الكبيرة اللي اتعملت في الوقت ده وكان ليها أهمية خاصة، وهي دي صورة حجر باليرمو. بعد كده عندنا النقوش البارزة. النقوش البارزة دي زي صلاية الملك نعرمر، وهي عبارة عن لوحة من حجر الشيست الأخضر وفيها رسومات بارزة من قدام ومن ورا، وبتصور الملك نارمر أو نعرمر وهو بيضرب الأعداء وهو ومناظر للجنود وأشكال رمزية تانية من الدولة القديمة والأسرة الأولى سنة 3200 قبل الميلاد، وصلاية نارمر هي اللي في الصورة هنا. تالت حاجة عندنا هي البرديات. البرديات دي هي المادة الوثائقية المكتوبة، هي الكتابات اللي كانت موجودة اللي فضلت لنا اللي اتسجلت في زمان في العصور القديمة، فهي عبارة عن ورق مصنوع من نبات البردي، وهي تعتبر مصدر يعني مهم جدا لكتير من جوانب الحضارة لأن كان بيتسجل فيها حاجات كتير وكانت هي الحاجات الرئيسية اللي بيتكتب فيها. من أهم البرديات اللي موجودة دلوقتي أو اللي لسه موجودة عندنا من العصور التاريخية هي بردية إبريس الطبية، وهي تعتبر أقدم مخطوطة علمية محفوظة وقدمتها الحضارة المصرية، وهي مرجع مهم للأمراض البطنة وأمراض العيون والجلد والأطراف والنساء وبعض الجراحات. كمان فيها مصطلحات بخصوص التشريح وعلم الفسيولوجي والعلاج. بعد كده عندنا رابع نوع من المصادر الأولية للتاريخ وهي الأستراكا. الأستراكا هي عبارة عن كسرات الفخار والأحجار المكتوب عليها وبيسموها الناس شقفة، ودي كان بيستخدموها في مختلف أشكال الحياة لأن هي كان سهل إن الناس تقدر تحصل عليها لما كان بيكسر أي حاجة معمولة من الفخار، وكانوا بيستخدموها كإيصالات أو بيكتبوا عليها جوابات أو يتدربوا على الكتابة. وكانت أهم الطبقات اللي بتستخدم الأستراكا هي الطبقة المتوسطة
والطبقة الفقيرة، لأن ورق البردي كان سعر مكلف جدا، بس الاستراكة كان بيبقى سهل إن هما يحصلوا عليها. في الصورة هنا موجود قطعة من الاستراكة زي ما انتوا شايفين، عبارة عن جزء مكسور من حاجة كانت من الفخار واتكتب عليها. بعد كده عندنا خامس نوع من المصادر الأولية، وهو النقود والمسكوكات. النقود والمسكوكات عبارة عن قطع معدنية بيبقى عليها الختم بتاع السلطة الحاكمة، وهي بتضمن وزنها ودرجة درجة نقاء المعدن بتاعها، وهي من مصادر دراسة الحضارات اللي هي بيعتبروها مادة مؤرخة، لأن من خلالها بيقدروا يحددوا فترة الملك اللي كانت العملة دي موجودة في عهده، فهي بتستخدم لأن هي تحدد العصور التاريخية والحالة الاقتصادية للبلاد عن طريق نوع المعدن ودرجة نقائه والأحداث السياسية اللي حصلت، وبيبقى عليها صور الملوك والحكام في الفترة اللي كانت موجودة فيها. عندنا برضو جزء لازم نعرفه، أول ناس قاموا بسك العملة هم أهل ليديا في آسيا الصغرى. في الجزء السادس عندنا، أو النوع السادس من المصادر الأولية، هو كتابات المؤرخين القدماء زي هيرودوت. هيرودوت زار مصر وكتب عنها في كتابه تمحيص الأخبار، والكتاب دوت فيه 9 أجزاء، هو خصص الجزء الثامن منه عشان مصر، واتكلم فيه عن الجغرافيا بتاعت مصر والمدن والأحداث التاريخية اللي حصلت واللي مرت بيها وأعمال الملوك ومظاهر الحضارة اللي حصلت في مصر. تاني مؤرخ كتب عندنا هنا مانيتون السمنودي. مانيتون السمنودي ده هو أول مؤرخ مصري قديم حاول كتابة تاريخ مصر، واللي قدامنا في الصورة هنا هو هيرودوت. وبكده نكون خلصنا المصادر الأولية، ونبدأ نشوف المراجع. المراجع هي المؤلفات اللي اتكتبت بعد مرور سنوات عديدة على وقوع الحدث، يعني ما اتكتبتش زمن الحدث، لا ده شخص جه بعد ما الحدث عدى عليه فترة طويلة ده كتب عنه، واعتمد في الكتابة بتاعته على المصادر الأولية اللي اتكلمنا عنها دلوقتي، وكانت بتشمل كتابات الناس المتخصصين والباحثين اللي ما عصروش الأحداث دي، بس اعتمدوا على المصادر الأصلية وكتبوا مؤلفات وبحوث أو مقالات علمية. قلنا قبل كده إن المراجع بتنقسم لي أول حاجة كتابات الفلاسفة زي مين؟ فلاسفة زي سقراط وأرسطو وأفلاطون في بلاد اليونان، وعندنا هنا صورة بتوضح سقراط. تاني نوع من المراجع هو كتابات الشعراء. كتابات الشعراء زي الحاجات اللي هوميروس كتبها، وهوميروس ده شاعر إغريقي، هو كتب الإلياذة والأوديسيا، ودولت بيعتبروا من المصادر التاريخية اللي بنقدر نجيب منها المعلومات السياسية والاقتصادية والحضارية عن بلاد الإغريق زمان. في الصورة هنا الشاعر هوميروس. تالت نوع معانا هو الأساطير. الأساطير بتبقى عبارة عن حكاية عجيبة وخارقة للعادة، وبعد كده اتغيرت واتطورت وبقت كل الناس عارفينها ورددوها، فبقت جزء من تراث شعبي الناس كلهم بيبقوا عارفينها، فهي تعتبر ايه؟ الأساطير جزء من التراث الشعبي ومصدر أدبي بيعكس كتير من صور الحياة الاجتماعية والسياسية. وفي عندنا أهم أساطير معروفة، قصة الطوفان في بلاد العراق القديم، وقصة إيزيس وأوزوريس في مصر القديمة. آخر حاجة معانا هو سؤال عايزين ننهي بيه درسنا، وهو أذكر أهمية المصادر الأولية والمراجع. دولت بتتمثل أهميتهم في إن هما بيعدوا من إنتاج الإنسان نتيجة تفاعله مع البيئة، ومصادر لتوثيق المعلومات والأحداث التاريخية. وخلينا نعرف الأول حاجة إزاي، يعني حاجة فرق بين المصادر الأولية والمراجع. المصادر الأولية بتكون أكثر دقة وبتكون معاصرة للأحداث في وقت حدوثها، أما المراجع بتكون متوفرة وسهل إن إحنا نلاقيها، وبتكون في بعض الأحيان بديل عن المصادر الأولية المفقودة اللي محدش عارف يلاقيها. كده نكون خلصنا درسنا، يلا بينا نشوف أسئلة على الدرس. تخير الإجابة الصحيحة، تعتبر نقط مكسرات من الفخار المكتوب عليها. ها الإجابة هي النقود ولا الأستراكة ولا النقوش؟ برافو جدا، هي الأستراكة. قام الشاعر بتأليف الإلياذة والأوديسيا.
سقراط، هوميروس، نعرمر. مين الشاعر اللي قام بتأليف الإلياذة؟ ها أيوة تمام صح، برافو عليك، الشاعر هوميروس. صح أم خطأ؟ الإلياذة والأوديسيا من المصادر الأولية للتاريخ. غلط. ليه؟ لأن هي من المراجع. أول من سك العملة هم أهل ليديا في آسيا الصغرى. طبعا الجزء ده احنا عرفناه لما عرفنا عن النقود والمسكوكات اللي هي من المصادر الأولية للتاريخ، وعرفنا ان من اول ناس هم قاموا بسك العملة هم اهل ليديا، فهنا الإجابة صح. من النقوش الغائرة صلاية نارمر. ها ايوه ايوه تمام. ان العبارة دي عبارة خاطئة. ليه؟ لان صلاية نارمر من النقوش البارزة. من انواع البرديات في مجال الطب بردية تورين. ها ايوه سامعك. لا لا، الإجابة المرة دي غلط. ليه؟ بردية تورين مش بردية في مجال الطب، البردية اللي في مجال الطب هي بردية أيبرس. شكرا جدا ليكم، وبكده يكون خلص الدرس بتاعنا.